وصفتنا اليوم بيسكوي بالفستق الحلبي أو بالأحرى كوكي بالفستق الحلبي. عندي 3 كبايات طحين للحلويات، ثلاث ربع كباية سكر عادي، كباية فستق حلبي مطحون. عندي تقريبا 60 جرام شوكولا دارك شوكليت وميلك شوكليت. انا استخدمت هوني الجالاكسي، هوني اكيد بدي دورهم اخر شيء بين ماري بدي اعمل. عندي بيضة وحدة مع ملعقة صغيرة فاني، ملعقة صغيرة خل ورشة ملح. هوني فستق نقعت كمان للزينة، وعندي تقريبا 130 جرام من الزبدة على حرارة الغرفة. هلا بدي اخفقهم الزبدة مع السكر، بدي اضيف عليهم البيضة. هلا حطينا الزبدة وحطينا 3 ربع كباية هلا رجعنا نزلنا البيض كمان، بعد ما خفقنا مع البيض زبدة والسكر. هلا عنا 3 كبايات طحين، كبايتين كتير هينة وسريعة. هاي صار عنا 3 كبايات السكر. هلا بعد ما عجنت بالطحين منيح، عندي كباية فستق حلبي كمان بدي ارجع اعجنهم بقى تطلع عندي عجينة طرية. هلا بعد ما عجنت عملت رول كبير وحطيت بقلب الجات مستطيل، وبدي الفهم بنايلون خليهم بالبراد تقريبا شي ساعة ونص ساعتين. هلا بعد ما شلنا من برات عملتها بشكل رول، ورجعت هلا بالسكينة ونفصهم، ما بدهم شي. هلا هون حطينا بقلب الصينية. اوكي شو بدنا نعمل؟ حمينا الفرن قبل 10 دقايق على حرارة 180، بدهم تقريبا 15-18 دقيقة. بعد ما شلنا من الفرن شفتوا تفرجيكم، يعني تقريبا 17 دقيقة. هلا هون عملتها بين ماري الشوكولا، بدي غطسهم. كتير منيح. بعدين بدنا نرش عليهم فستق الحلبي. بدنا نفرجيكم كمان على الفستق الحلبي.